شيخ مزغش، أنت تتحدث عن زوجة إخوانية، خلية إخوانية. أنت ما قلتش كلام زي الفل. أنا ما شايف إن في، أنا قلت حاجة غلط. ده كلام زي الفل ومصر عليه. شوف، مصر على إن الزوجة الإخوانية تهدم البيوت. الكلام يفسر بعضه بعضا. أول الكلام لازم أربطه بآخر الكلام. آخر الكلام قلت إيه؟ والله إذا عاشت معاك بما يرضي الله وتخلت عن الأفكار الإرهابية أهلا وسهلا. معنى ذلك أني بتكلم عن مين؟ بتكلم عن واحدة عايشة وهي تعتنق أفكار إرهابية وتمارس العنف والإرهاب وإلى آخره. إنما لو رجعت لدينها، رجعت لعقلها، رجعت لرشدها، زوجها قال لها يا بنت عاوزين نربي الولاد وعاوزين نكمل طريقنا بما يرضي الله، فقالت له خلاص موافقة وتخلت عن هذه الأفكار ولم تشارك في القتل والعنف وما إلى ذلك، تكمل وتعيش. لا، إنما لو قالت له لا، ما أنا أقول لك بقى ظروف القتل والعنف. لا، ده مكانها المحكمة، مش مكانها حتى بيت الزوجية. ما هو مكانها هتدخل قفص المحكمة، هتدخل السجن. يعني أيهما أخف، إن أروح أعمل فيها محضر وأحبسها، ولا إن أنفصل عنها وتروح تعيش؟ يعني برضو اللي بيختار لاختيار السجن ان انت تروح تحقق معه. وبعدين شغل، لا انا لا احاسبها على افكارها. لا، ما هو برضو احنا مش بنتكلم في افكار. انا عايز الاول اقول حاجه مهمه قوي، ان القصه دي كانت بمناسبه ايه، ويمكن سيادتك والمشاهدين سمعوا اسم الدكتور سمير صبري. الكلام بتاعي كان في اطار ان الدكتور سمير صبري تقدم ببلاغ، والخبر قدامه هو تقدم مصري ببلاغ للنيابه عن زوجته تتهمه بتهمة انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين والتحريض على الإرهاب، حيث قررت النيابة فتح التحقيق في البلاغ. وتقدم فلان ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد زوجته اسمها فلانة مدرس مساعد بإحدى الكليات، متهما إياها بأنها تنتمي لجماعة الإخوان. من جانبه قال الدكتور سمير صبري المحامي إن النيابة أمرت بفتح التحقيق في البلاغ المقدم، ومن المقرر أن تستدعي الزوجة خلال الأيام القادمة للتحقيق معها. وبحسب البلاغ، الكلام ده مهم قوي، لأن الكلام ده هو اللي أنا قلت عليه كلامي بس. وهقول برضو الدكتور سمير صبري كان مفروض يعمل ايه. قال كمان انه فور سقوط حكم الفاشية والديكتاتورية بدأت تتصل بأعضاء الجماعة الإرهابية، وبدأ يسند إليها مهام، وسافرت إلى العاصمة البريطانية لندن، ثم سافرت مرة أخرى بتاريخ كذا إلى برلين. وأوضح أنه اشتدت حدة الخلاف بينه وبين زوجته بعد أن رفض الوصول إلى طلباتها بالموافقة على انضمامه للجماعة. وأرفق الزوج في بلاغه صور وهي تشير بعلامة رابعة وخلفها ساعة بيج بن بلندن، وطالب الزوج باتخاذ الإجراءات القانونية. أنا يا سيدي كنت عامل اتصال تليفوني بالدكتور سمير صبري عشان نتكلم في هذا الخبر. الدكتور سمير صبري دخل معايا يتكلم دقيقة ونص وانقطع الاتصال التليفوني. فأنا اتكلمت في القصة دي. لا، أنت ما خصصتش الفتوى على حالة بعينها. ما أنا هقول لك أهو، كلام واضح. لو اكتشفت إن زوجتك اللي نايمة جنبك خلية إخوانية نايمة وأنها تعتنق أفكار الإخوان، ما تقوليش أنا أقصد لو كانت قتلت. لو كانت قتلت هيبقى مش مكانها سرير الزوجية، يبقى مكانها القفص. مش أنا جاي أوضح كلامي. أولا ده رأيي مش فتوى، يعني عايزين نفرق بين رأيي أنا كشخص كمظهر شديد، وبين أنها فتوى تنسب للأزهر أو الأوقاف أو دار الأوقاف أو دار الإفتاء. أنا لا بتكلم باسم الأزهر ولا باسم الأوقاف ولا باسم دار الإفتاء، أنا بتكلم باسمي أنا كشخص. ده رقم واحد. رقم اتنين، هتلاقي أول الكلام بقول فيها إنك تكتشف إن زوجتك خلية إرهابية أو خلية إخوانية نايمة جنبك. الكلام ده كان بمناسبة إن واحد أهو قدامنا اتجوز واحدة وهو بقوا مع بعض بقالهم كام سنة، وبعدين صحي من النوم لقاها معتنقة أفكار الإخوان والإرهاب وما إلى ذلك. وبعدين فأنا بتعجب منه، بقول له يعني إن أنت تصحى من النوم تلاقي زوجتك اللي انت متجوزها دي خلية إرهابية نايمة جنبك على السرير، ده بالنسبة له كان مفاجأة، وبالنسبة لي انا كمان كان مفاجأة. فبقول له اذا اكتشفت كده، بتكلم مع هذا الشخص، اذا اكتشفت ان زوجتك إرهابية او إخوانية تمارس العنف والإرهاب وما الى ذلك، خلاص تروح عند والدتها بما يرضي الله. انا بتكلم عن اللي اشتكاها في نيابة امن الدولة العليا. انا كان رأيي ما يشتكيهاش في نيابة امن الدولة العليا، اتفضلي روحي عند والدك بما يرضي الله. لا، اذا في جريمة مكانها هيكون نيابة أمن الدولة العليا، وهنا الزوج لا يجب أن يصح. كويس قوي. إذا في الفتوى، إذا في إيه؟ الفتوى ما كانش كده. إذا في إيه؟ إذا في إيه؟ إذا في جريمة. لا، أنا مطلوب مني أوضح اللي قلته، مش كده؟ كويس قوي. اللي قلته ده في إطار، في إطار. لا بس زوج. أنت عم توضحه، ما أنت أطلقت الفتوى وكانت بمثابة برضه مش فتوى، مش عايز حد يقول ليست مو قنبله اللي هي، لان اخذت على أنا على هذا التيار كله. هل انا في كلامي اللي في الفيديو اللي عرضته من شويه ده، هل قلت بوجوب طلاق الطلاق، بوجوب كلمه بوجوب دي قلتها؟ فرق كبير قوي. ما قلتش بوجوب. طب خلينا اسمع تاني الجزء الاولاني تاني ونسمع بعدها
دكتور مجدي عاشور مستشار مفتي رئيس الجمهورية. دكتور مجدي أهلا بيك. بيك يا فندم. دكتور مجدي نسمع تاني فتوى الشيخ مظهر شاهين لأنها أثارت جدلا رأي مظهر شاهين وغضبا شديدا أو رأيه حسبما يقول. فضل. واحد يتجوز واحده وبعد كده يكتشف انها اخوانيه وانها خلايا كانت نايمه ونايمه فين؟ نايمه في بيته يعني خليه اخوانيه نايمه في بيتك، قنبله نايمه في معاك في غرفه نومك، يعني نايم ومعاك قنبله في غرفه النوم، دي حاجه صعبه وجديده شويه. وانا باكد على قول الدكتور سمير صبري انه ايوه لو تعارضت مصلحتي مع مصلحتي الشخصيه مع مصلحه بلدي، مصلحه بلدي اولى. مصلحة وطني تتعارض مع زوجتي يبقى بلدي الأول، مصلحة ديني تتعارض مع أي يبقى مصلحة ديني الأول. هنا فيه يعني أولويات بيسموه حتى فقه الأولويات. أضحي بمراتي ولا أضحي بمصر؟ مراتي في النهاية شخص بما يرضي الله، مش بنقول ضحي بها يعني روح موتها، لا يعني أنفصل وأديها كامل حقوقها بما يرضي الله وحافظ على بلدي وعلى وطنيتي وعلى ايوه. انا النهارده انا بتكلم الكلام ده لان انا عارف ان في كتير قوي قاعد بيشوفني دلوقتي وهو بيعاني من هذه الازمه، اللي هو صحي من النوم لقى نفسه مع خليه نايمه، لقى نفسه مع قنبله موقوته موجوده معاه في البيت. فانا بقول لك اهوت من دلوقتي تتبرأ من هذه الجماعه وتعيش معاك بما يرضي الله اهلا وسهلا. هتفضل متمسكه بما هي عليه من افكار ارهابيه ضد الوطن وضد الدين، تروح تقعد مع ابوها. هسأل دكتور مجدي عاشور مستشار مفتي رئيس الجمهورية. دكتور مجدي مفتي الجمهورية مستشار المفتي مفتي مش انت حضرتك قلت رئيس الجمهورية مفتي الجمهورية مستشار مفتي الجمهورية انا اسف. دكتور مجدي هنا يعني لماذا ايضا علقتم على رأي الدكتور مظهر شاهين وبيقول مش فتوى؟ هو في الكلام هنا بيتحدث عن إذا اكتشفت أن الزوجة أخوانية تحمل أفكار جماعة الإخوان فهنا عليك أن تراجعها، إذا تمسكت بهذه الأفكار فطلقها. يعني كان رأيكم إيه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك أولا إحنا عندما نتكلم عن الفتوى نتكلم من خلال الواقع الذي نعيشه، فنحن في دار الإفتاء ترد إلينا أسئلة، وبالفعل جاءت إلينا أسئلة عبر الإنترنت وعبر التليفونات وعبر حتى الفتوى الشفوية اللي فيس تو فيس، تسألنا وتقول ظهرت فتوى تقول كذا وكذا. الجمهور أو الشعب أو عامة الشعب لا يفرق بين الفتوى والرأي، وأنا أحترم عندما يقول الشيخ مظهر شاهين إن هذا رأي وليس فتوى، ولكن خرج الأمر خرج عن نطاق الرأي وصار بين العامة كأنه فتوى. فلذلك كان ينبغي أن نخرج ونبين أن هذه ليست فتوى، لأن الفتوى على غير ما ذهب إليه من يقول أن لابد أو يجوز أو غيره إطلاق المرأة الإخوانية أو لفصيل سياسي معين. نحن عندما نتكلم في دار الإفتاء نتكلم بمعيارية ومهنية. عندما يتكلم ويقول أن نقدم فقه الأولويات الوطن على المصلحة الشخصية، هذا إذا كانت المرأة ارتكبت أمرا يضر بالأمن القومي بالبلاد. ولكن المرأة في الأسرة ماذا ارتكبت إذا كانت لم تفعل شيئا وكانت صاحبة فكر أي فكر ولم تؤذي الأسرة ولم تفعل شيئا؟ أنا كيف أضرها والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نطلق لغير حاجة؟ فلازم تتحقق الحاجة اللي هو الضرر المحض على الأسرة وكيان الأسرة. هذا الضرر المحض على كيان الأسرة لم يتحقق في هذه المسألة على وجه العموم بهذه الطريقة، بحيث ان احنا نقول الفصيل هذا بأكمله او الجماعة او الحزب الفلاني تطلق زوجاتهم منه. لذلك انا سألت سؤال من الناحية القانونية، لو كان الزوج هو صاحب هذا الفصيل الإخواني او غيره والمرأة غير إخوانية امرأة عادية، هل اذا رفعت المرأة امرها الى القاضي سيطلقها؟ هنا نقول إنه القاضي سيبحث في الأمر. إذا كانت المرأة تضر بمصلحة الأسرة وبمصلحة الزوج فإنه يطلقها، أما يطلق الزوج عليها. أما إذا لم يكن هناك ضرر
يبقى لماذا نوقع ونفرق الأسر ونحن أهم شيء عندنا الآن هو الأسرة لابد أن نحافظ عليها. نحن في دار الإفتاء عندما تأتينا الأسئلة حتى في الأسئلة عن الطلاق نحاول بكل طريقة أن نجد مخرجا حتى لا نوقع الطلاق ونحقق وندقق. نأتي بعد ذلك ونقول نطلق لأتفه الأسباب أو غيره إلا إذا ثبت أن هذه المرأة تضر زوجها وأبنائها. وإذا ضرت الوطن هنا نلجأ إلى جهات التحقيق ونقول هذه المرأة تضر الوطن يكون كلام آخر، إنما نطلق الكلام وبسبب طيب. خلينا نسمع تعليق نسمع تعليق الشيخ مظهر شاهين. يعني هنا الخطر في هدم البيوت. يعني أولا تحياتي للدكتور مجدي، الكلام اللي الدكتور مجدي بيقوله ده بيأيدنا أنا. إذا 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 وصلت المرأة إلى مرحلة الضرر تضر بزوجها وببيتها فهذا يعطي للزوج الحق في أن يطلقها. ده بيأيدني. بتكلم عن أفكار. أنا ما قلتش أفكار، ما هو الفيديو ده مجتزأ. أنا بتكلم عن حادثة بعينها بتاع الدكتور سمير صبري وذكرت اسمه في الموضوع ده، حادثة بعينها. رجعت تاني يوم على صفحتها على الفيسبوك ووضحت الموضوع الأمر كاملا وقلت لا يجوز، وبقول تاني هوت، وهذا ليس معناه أني برجع عن فتوتي لكن بوضحها، لأن هم قطعوا نصها في الفيديو وخدوه اجتزأوه وحطوا عليه عنوان مظهر شاهين يوجب طلاق الإخوانية، رغم أني ما قلتش واجب على الإطلاق خالص. فأنا قلت على صفحتي أنه لا يجوز طلاق الإخوانية لمجرد أنها إخوانية، مفيش طلاق مبني على أساس فكري أو على خلاف فكري خالص. هي إخوانية، هي ليبرالية، هي هي إلى آخره. الأفكار الإخوانية. أنا هكمل أهو بقى. يا دكتور مجدي. الأفكار. يا دكتور مجدي. أنا لو زوجتي دخلت البيت لقيتها بتدوس على علم مصر بقدميها، لو دخلت بيتي لقيتها مشغلة أغنية تتشل الأيادي، لو دخلت بيتي لقيتها متحزمة وبترقص علشان واحد لواء اتقتل واندبح ودمه سال على أرض مصر، لو دخلت بيت لقيتها بترقص ومتحزمة وبترقص يوم ما اتفجرت مديرية أمن القاهرة، لو دخلت بيت لقيتها بترقص يوم ما استشهد أو سقطت الطائرة بالأعمال الإجرامية، لو دخلت بيت لقيتها بدل ما بتعمل غدا للعيال قاعدة تعمل لهم إذا استموا لتوف، لو دخلت بيت لقيتها قاعدة تسب في الجيش والقضاء والأزهر والكنيسة، لو دخلت بيت لقيتها بتتكلم في التليفون بتتفق على مظاهرة بكرة هتعمل فيها ايه وتسوي فيها ايه ورايحة جاية، وقلت لها يا بنتي يا بنتي عقلي وعاوزين نربي الولاد، قالت لي لا مش هعقل هو ده طريقي وهكمل فيه، هل في هذه الحالة يجوز لي ان اطلقها ولا الطلاق يبقى حرام هنا يا دكتور مجدي؟ طيب نسأل دكتور مجدي، بس انا عايز احذف المولوتوف ده لان المولوتوف هنا دخلنا في جنائي، بس خلينا فيما يقوله. لو دخل بيته لقى زوجته بتدوس على علم مصر، ولقى زوجته بتحتفل باستشهاد الضباط وجنود الشرطة والجيش وبتطبل وترقص، يعني ماذا يفعل؟ نعم، هنا لابد أن نفرق بين أمرين. عندنا في دار الإفتاء من الناحية المنهجية أن هناك فارق بين فتوى عامة لفصيل أو لجماعة أو لفكر، وبين حادثة عين وواقعة. هذه حادثة عين واحدة من فصيل بتفعل كذا. هنا نأتي لمرحلة تانية فنقول لها نوعظها ونفهمها، لأن أنت كده أصبحت ضرر على الأولاد، لأنك ستعكرين فكرهم وستشوشين الأمور عليهم وستسيرين الضرر هنا. هنا قد نقول إذا فعلت كل هذا بهذه الأمور بهذه التي حكاها الشيخ، هنا قد نجوز للرجل أنه سيصيبه الضرر من المرأة خوفا عليه وعلى أولاده، فنقول لا هنا نعم أنت يقول لك هذا، إنما لا نعمم على حالة الفكر ونقول لفصيل معين كذا، يبقى هنا حادثة معينة أو واقعة سؤال كما نقول. شكرا. طب أنت خليته الوقت يقول لك كده أنا صح، يبقى أنتوا أيدتوه. لا احنا من هو الذي صح؟ إن يجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا ما تلبست بهذه الأفكار، وبالتالي هي في هذه الحالة لن تصبح أبدا أم مثالية تستطيع أن تربي أبنائها، وأنها أفسدت الحكمة أو الهدف الذي شرع الله الزواج من أجله، وهو بناء الأسرة، لأن أم بتدوس على علم مصر
زوجة بتحرق في الوطن، زوجة بتشارك في المظاهرات التخريبية، زوجة بتحرض ولادها على هدم الجيش والشرطة والقضاء، زوجة بترقص لما يموت مصري، زوجة بتحتفل لما يستشهد ضابط أو جندي. هذه الزوجة لا يصح ولن تكون أبداً معول بناء، ولن تكون أبداً أداة بناء، ولن تبني أسرة مسلمة أبداً. وبالتالي يجوز للزوج أن يطلقها حفاظاً على بيته وعلى أسرته وعلى وطنه في المقام الأول الذي أمرنا الله عز وجل أن نضحي بأنفسنا من أجل أرضنا ومن أجل عرضنا. فمن باب أولى أن نضحي بهذه الزوجة التي تعتبر في نظر القانون مجرمة وفي نظر الشرع فاسدة. نعم، اولا نحن لا نحتاج نساء مثاليات والا يكون الى هذه المدينه الفاضله، وانما النساء او الرجال عسى ان نكره منهم خلقا ونرضى منهم اخر. اذا كانت المراه في بيتها ومع زوجها وقد تفعل المعاصي، هل لمجرد فعلها المعاصي نبيح للزوج ان يطلقها من اول وهله هكذا؟ ولكن لا بد ان يجلس معها ويعظها ويصبر عليها، يصبر عليها كثيرا من اجل الأولاد وبناء الأسرة. وإلا كلمني يا دكتور بعد إذنك، يا دكتور مجدي بعد إذن حضرتك كلمني. إحنا بنقولش معصية، أنا ما قلتش لا بتصلي ولا بتصوم ولا ما بتحجش ولا أنها أنا بتكلم عن زوجة بعينها بتعمل هذه الأفعال. هل يجوز للزوج في هذه الحالة إذا ما راجعها مرة واثنين وعشرة لقاها مصرة على كده، هل يجوز له في هذه الحالة أن يطلقها؟ طيب ده سؤال أنا بقول لحضرتك كأن واحد بس أضرب الفتاة دلوقتي. الزوج الذي يقدر الضرر هنا، هل هناك ضرر عليه وعلى أسرته من هذه الزوجة؟ هل الرجل عنده طاقة يتحملها أو ليس عنده طاقة يتحملها؟ هل في باعه أنها سترجع بقصرة وعظه وبقصرة وقوفه لها وتعليمها؟ وإلا ما فائدة الزوج إذا لم يعلم زوجته حتى ولو كانت؟ يا دكتور مجدي أرجوك، نحن لا نقول هذا أرجوك، احنا كلنا حافظين على الأسر. انا واحد جاي لك دار افتاء دلوقتي يا دكتور مجدي، جاي لك دار افتاء اقول لك مراتي بتعمل 1 2 3 4 وانا مش مستحمل الكلام ده، هل يجوز لي ان اطلقها؟ ارجوك جاوبني، قول لي يجوز او لا يجوز. انت عايزه يقول لك روح يا ابني طلقها انا بساله، ما هو ده مفتي ليه؟ هو انا مش بروح عشان اقول له انا عاوز حكم منك يجوز ولا لا يجوز. اولا نحن اولا قبل الافتاء يكون توعيه وعينا وحيينا وقلنا ومصر. انا بتكلم عن الزوجه المصره يا دكتور مجدي، علينا عشان الاصوات ما تتدخلش ان ترضى منها اخر. فنحن بنحافظ على البيوتات بكل طاقتنا وعلى هذه النواه، نواه المجتمع هي الاسره. يا دكتور مجدي، يا دكتور مجدي ارجوك، انا زوج، انا دلوقتي بسالك كمظهر شاهين على الهواء، بقول لسيادتك انا زوجتي بتعمل 1 2 3 4 وانا بفكر اطلقها وراجعتها 20 مره مش عاوزه تتراجع، يجوز ليا ان اطلقها ولا يبقى حرام عليا لو طلقتها؟ انا عاوز اجابه. الامور النسبيه بتفرق من واحد، لو حضرتك جيت وقلت لي انا لا اتحملها بدون اي شيء بكرهها، فاقول لك تحمل زوجتك حتى لو تكرهها، لكن لا تستطيع فان الله لا يحب الكفر مع الايمان او الكفر. هو طلاق حرام يا دكتور؟ فنقول طلقها يا دكتور مجدي. هو طلاق حرام ولا حاجه؟ هو دار الافتاء المصريه احن على الناس من اللي شرع الطلاق؟ ابغض الحلال. انا بسال حضرتك عن نفسي، بلاش الاخوان ولا اي جهه تانية. انا بقول لك انا مظهر شاهين مراتي عامله 1 2 3 4 وبفكر وعاوز اطلقها حضرتك، بس بعد اذن عليك ربنا يبارك في عمرك، قول لي يجوز ولا لا يجوز؟ معلش احنا عندنا لازم نتكلم، احنا بنتكلم على مساله عامه، عندنا الطلاق ليس له حكم واحد يجوز او لا يجوز. لا خلينا في مساله. طب كلمنا عنه، انا بس اعتبرها فتوى خاصه بي انا يا دكتور. مظهر خليني يعني لو جاءتك مشكلة خاصة بهذا الشكل الذي تحدث عنه الشيخ مظهر، واحدة جت زوج جاء قال لحضرتك أنا بدخل بلاقي زوجتي بتدوس، وأنا خليني في الأفكار ماليش علاقة، لأنه الشيخ مظهر خلط شوية بعض التصرفات الجنائية اللي مكانها المحكمة زي الملوتوف. أصلا تتعمل، خليني في الأفكار. لا لا لا، الملوتوف مش هتعمله، خلينا في الأفكار. يعني هنا لا، خلينا افصل ده عن ده. بتدوس على العالم مصر؟ لا، لو لقيت زوجتك بتعمل مولوتوف سلمها للنيابه. لا لا، انا بقى مش عاوز اسلمها، انا عاوز اطلقها. ما تقوليش سلمها يا اخي، انا عاوز اطلقها، قول لي حرام ولا حلال يا اخي. الله، ما انا رايح للمفتي. طب ما اروح لدار القضاء، ما العمل للمفتي ليه؟ طب خليني في الافكار. ما يشيلوا دار الافتاء المصريه ويخلوها بحكم. خليني اولا في الافكار. انا بحترم على وجد فكره دار الافتاء المصريه لانها كلهم اساتذتنا وعلمائنا. انا عاوز فتوى يا دكتور مجدي، قول لي يجوز ولا لا يجوز. حضرتك اذا صار الامر الى نزاع الذي يحسم النزاع ويرفعه هو القضاء وليس الافتاء.
نعم. فاذا وجد امال دار الافتاء بتعمل ايه يا دكتور؟ يا دكتور مجدي دار الافتاء بتعمل ايه؟ في رايي مش انا باجي عشان تقول لي جائز ولا مش جائز يا دكتور؟ ايوه ما انا اقول لحضرتك الفرق هنا بين المفتي والقاضي. المفتي يعطي رايا تاخذ به او لا تاخذ، انما القاضي اذا ذهبت اليه وقلت له ايها القاضي يصيبني الضرر من هذه المراه، او المراه تقول يصيبني الضرر من هذا الزوج، فيحقق ويدقق معها فيحكم القاضي فلا بد من وقوع الطلاق. يا دكتور مجدي ارجوك حضرتك بتتكلم كلام بعيد كل البعد عن الواقع يا دكتور مجدي. انا اروح للقاضي لما اكون مراتي قتل قتيل، لما اكون مراتي فينا وبينها مشكله جنائيه او كذا، انا بتكلم عن واحد جاي يطلق زوجته. جنائيه حضرتك المولوتوف وغيره مساله جنائيه فلا بد ان حضرتك مش مديني الاجابه يا دكتور مجدي. لا لا مش الاجابه خالص. طب انت بتحاولنا على دار القضاء، انا بقول لك انا عاوز رايي من الافتاء، تقول لي روح دار القضاء العالي يا دكتور. انا عاوز مفتي الجمهوريه يقول لي، انا بسال كمظهر شاهين، مراتي بتدوس على علم مصر، مراتي بترقص لما واحد مصري يتقتل، مراتي بتعلم ولادي العنف والارهاب، مراتي بتشارك في الحرق والهدم، مراتي بتحرض على الجيش والشرطه، انا عاوز اطلقها يا خلق هو، حرام ولا حلال، جائز ولا مش جائز، قولوا لي. اذا تضرر قولوا له يا دكتور. نحن نقول لكل الناس وليس للشيخ مظهر، نحن نقول هو يعرف، نحن نقول لكل الناس اذا تضرر الرجل من زوجته ووجد ان لها ضررا على اسرته وعليه، وانه لا يستطيع تحملها، وانه وعظها مرات ومرات عديده واشهد عليها وجاء من يصلح احوالها من اهلها وحكمين وغيره، فلم تفلح بعد ذلك في اي مساله وليس في هذه المساله، يجوز له الطلاق لانه لا يستطيع ان يعيش معها بهذه الطريقه. شكرا يا دكتور، ربنا يخلي دار الافتاء لنا يا رب، ربنا يخليكم لنا يا رب ويكرمكم، وشكرنا يا دكتور. شكرا بس كل يعني لا ما يعني خلاص. انت شايف ان هي خلاص انتهت. متشكرين يا دكتور ربنا. طب من يعني هو شايف ان انت ايدته في النهايه يا دكتور مجدي؟ ليس تاييدا، هو ايد راي صحيح الزوجه التي انا عايز افصل ما بين خليني بس صحيح. في يعني بتدوس على علم مصر يا دكتور، قبل ما اقفل معاك في دقيقه بس، بتدوس على علم مصر، بتعلم اولادها ازاي تهين الجيش والشرطه وانه هذه مؤسسات الطاغوت ومؤسسات الكفر، خليني في الافكار بس. هنا يطلقها بتحتفل وترقص وتطبل اذا مات احد جنود او ضباط الشرطه والجيش. هنا يعني بقول لك يعني يبقى ايه، يطلقها ولا ما يطلقهاش؟ وعظها ولم تتعظ، يعني وعظها مره واثنين وثلاثه وقالت لا انا مصره، ووعظها وجاب الشهود زي ما حضرتك بتقول، شهد عليها البعض وقام بكل ذلك. يعني يا استاذ وائل، احنا عندنا في الفقه اذا كان الضرر قاصرا على الشخص نفسه، يعني على المراه وعلى الزوج وحده، اذا تحمل هذا الضرر يبقى خلاص يتحمله وندعوه للتحمل لأنه أسرة. إذا كان الضرر لا يتحمله الرجل، المرأة طيب. نفسها لا تتحمله ويتعدى إلى